ثلاثة أنطونيو جرامشي وأطروحة الثقافة أساس الحضارة. أنطونيو جرامشي هو من كبار المفكرين في القرن العشرين، مفكر إيطالي شهير ماركسي، يعتبره البعض أنه ثاني أهم مفكر ماركسي بعد ماركس نفسه. مواليد أواخر القرن 19 1891 في ساردينيا جنوب إيطاليا. ساردينيا فيها درجة مرتفعة من الجريمة، الصراع الاجتماعي، ودرجة عالية من الفقر لما ولد فيها جرامشي. فعمل مجموعة من المقالات جمعت في كتاب عن ساردينيا، اتكلم فيه عن الفقر والبؤس في ساردينيا مقارنة بالوسط والشمال الإيطالي. لما تخرج من الجامعة في إيطاليا ودرس علم اللغة، دخل على طول في الحياة الفكرية اليسارية، وبدأ كمان يخش الحياة السياسية اليسارية، فشارك في تأسيس الحزب الشيوعي الإيطالي. لكن ده كان متواكب مع صعود الفاشية وصعود موسوليني، وده خلاه يصطدم بنظام موسوليني، لأنه هو قائد رئيسي في الحزب الشيوعي، منظر ومفكر رئيسي للحزب الشيوعي، وبالتالي صراع الفاشية مع الشيوعية معروف، فأصبح هو في مواجهة موسوليني. قدر ينجح في البرلمان، دخل البرلمان الإيطالي، وواصل نقد موسوليني من داخل البرلمان. كان بينتقده قبل البرلمان وانتقده أثناء البرلمان. فقام موسوليني باعتقاله واتحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، رغم أنه مع حصانة وعضو البرلمان. في السجن كان بيجيب كراسات زي بتاعة المدارس كده، فصدرت فيما بعد بعنوان كراسات السجن، لأنه حول السجن لمركز فكري وبدأ يكتب في هذه الكراسات ويبعت رسائل هنا وهنا، واتجمعت دي في مجلدات فيها بالأساس فكر أنطونيو جرامشي. المفكر اليساري العالمي أنطونيو جرامشي بقى عنده جمهور يساري كتير حول العالم. ليه؟ لأنه اختلف مع كارل ماركس، رغم أنه ماركسي، هو مثلا مش شايف أنه الاقتصاد المحرك الرئيسي للتاريخ، هو شايف الثقافة المحرك الرئيسي للتاريخ، وإن الثقافة أساس النهضة، وإن المثقف العضوي اللي بيختلف عن المثقف التقليدي، هو بيقول المثقف التقليدي اللي هو واحد قاعد يقرأ في التراث والأفكار السابقة والكتب وقاعد منعزل. المثقف العضوي موجود في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والجامعات والشارع، وموجود على سيد الثقافة الشعبية، فمؤثر بشكل كبير جدا. فهو في رأيي أن الثقافة أساس الحضارة، وأن المثقف العضوي هو أساس الثقافة، وأنه مش الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للتاريخ. ده خلافه مع ماركس. خلافه مع ستالين والاتحاد السوفيتي تسلطية شمولية ديكتاتورية، فانتقدها واختلف معاهم. أيضا عمل بعد كده انتقادات حتى لأفكار شيوعية أخرى، فخلى فيه ظاهرة أو طيار يسمى الطيار الجرامشي، لأن بقى فيه كتير من أتباع هذا الفكر حول العالم. جرامشي لما داخل السجن عُذب بعد حوالي 10 سنين في السجن، وبعدين راح إلى مستشفى خاص جانب السجن، ولكن نزيف في المخ، مات على أثر ذلك. زوجته الروسية وبناته عادوا إلى روسيا لما دخل السجن، وهو لم يخرج لوصف الحياة الفكرية، وإنما كانت نهايته بعد هذه السنوات في سجون موسوليني. إلا إن جرامشي استمر واحد من أكبر المفكرين الإيطاليين ومن أكبر مفكرين في العالم، وأصبحت نظرياته عن المثقف العضوي، عن الثقافة أساس الحضارة، عن الاقتصاد ليس المحرك الرئيسي للتاريخ وإنما الثقافة، عن أن عصر النهضة في إيطاليا الذي بدأ في القرن 13 ومنه غزا وانتشر وسطع في غرب أوروبا، هو يعتبر أكبر ثورة ثقافية في التاريخ. في هذه الأفكار في المجمل لجرامشي، تأييده وإيمانه بأفكار ماركس واختلافه مع ماركس، إعجابه من الاتحاد السوفيتي وخلافه مع الأداء السياسي بعد لينين، الأفكار الأخرى حول المثقف التقليدي والعضوي، جعلت من هذا المفكر الكبير
واحدا من أهم المفكرين في العالم، وعنوان لتيار داخل الماركسية يسمى التيار الجرامشي نسبة إلى أنطونيو جرامشي. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.